الكاش اون ديليفري فهمتي، نبقى ندوز النقط نقول فيهم داكشي اللي مهم فهمتي. الكاش اون ديليفري بزاف الناس كتشكى من امانه، كيتشكى من الشركه، كيتشكى من الشركه هادي. غادي نقول لك راه اخوان في الكاش اون ديليفري سيميو ودير معاه واحد الكوميسيون فهمتي، ديال وشجعوا يضرب الكوميسيون اصاحبي، ماشي تقول اه يا ناري هذا ولا كيوصل 30 باكيج في النهار ولا كتجي 6000 ريال في النهار، واه يا ناري ولا هذا تيوصل 50 ولا تجي 10000 ريال في النهار ولا تجي مليون ونص في الشهر، واه يا ناري راه ولا كيضرب اكثر من انجينيور، اجي نحيد ليه الكوميسيون. صافي ما خاصش تكون عندك هذه العقليه، هذه خاص تكون عندك العقليه ديال كتسيبورتي عباد الله فهمتي. الا بان لك كيضرب مليون ونص كتفرح كتقول مزيان وتمشي تجلس معاه تقول له الصا درتي مليون ونص هذا الشهر هذا، انا ما باغيش منك مليون ونص، باغي منك جوج. ملي بارطاجي سميت لوطيل وانا انا كنضحك انا عز عليها دوت الصدا انا كنخسر بهم الصاد بالرجوله طلع شي كاين الصاد، انا ما كنتسناكش انت تقول لي كاين ولا ما كاينش باش نكون انا صحاكي اصلا. ماشي ما عمرها كانت بحال هكا. كاين واحد انا ما عمرها قريت الكتاب ينصحني به واحد السيد بلو اوشن ريد اوشن سميتو ريد اوشن سميتو البلو اوشن استراتيجي فهمتي. هاد البلو اوشن استراتيجي بليز الدراري قراو فهمتي. انا السيد اللي السيد اللي سميتو السيد كان شرحو ليا فهمتي، يقدر ما نقراش شي كتاب، يقدر ما نقراش شي كتاب وننصحك به تقراه. انا السيد انا كنجلس معاه شي ساعتين تلماك انا كيشرح ليا هادشي اللي في هاد الكتاب تاع البلو اوشن استراتيجي. جالس يقول لي دابا فهمتي تعطيني امثله كبيره كدا كوكاكولا طططط دابا البوينك كدا 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 دابا كدا 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 كدا، وهذا واحد البيج مانجر في واحد الكومباني كبيره في المغرب فهمتي، وهي انترناسيونال ولي جلس كيشرح ليا فهمتي. علاش نقول لك سيمي طريح ماشي ناس احسن منك فهمتي. وكان مثالي كان مثالي كان جا عطله كان جا عطله لتايلاند هنا فاش كنقول لك الصاب راه ماشي نمشي عندو للمغرب اجي نجي عندو هاد نمشي عندو الشركه نجي له الصاب باغي تجلس معايا ماشي سالي ليا الصاب. هو كان مسافر للمغرب بارطاجا تصويره انه في الانستغرام ديالو انه كاين في تايلاند وماشي من دوك الناس اللي كيبارطاجيو بزاف، بارطاجا انه في بوكيت. قلت له الصاب واش تسمح لنا نعرضك في واحد الريستورون في بوكيت راه واحد الناس اللي عندي علاقات معاهم كيماناجيو واحد من احسن لي ريستورون في بوكيت وراه مستعد نعرضك تمايا وجو سوي سور غادي تكون احسن ماكله تاكل في الطايرون ولا قبلتي الدعوه غادي تكون شي حاجه مزيانه بالنسبه ليا. السيد قال لي صراحه انا ما عارفش فين نمشي وما عجبتنيش اصلا الطايلاند بوكيت ماشي ما عجبتوش بوكيت وما ما فهمتش هاد الطايلاند هادي وكذا. وسيميون تلاقى مع شي مغربي يزيد دولي عليها وكذا وسميتو صافي تلاقيت انا وياه شنو كدير. بقيت كنقول لها اش كندير انت راه ديجا متابعك في لينكد ان كنعرفك شنو كدير وبنتي لي انا في تايلاند وكذا تبارك الله واحد المانجر بحالك كذا راه بالنسبه ليا راه حلو از نوت ا فاكين مليون. عقلتش الناس اللي كيمانجو شركات كبار ما تيكونوش دي مليونير. كاين ناس مانجرز فهمتي ما نكرهش يكون مانجر في الشركه عنده ولكن ما يقبلش. انا الشركه عندي بالنسبه لي هو شركه صغيره ما جاش تشرفوا في السي في ديالو انها تكون في 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 السي في ديالو فهمتي. هو يبغي الشركات الكبار فهمتي شركه كبيره ديال الطيران ديال المشروبات ديال كدا ديال المانجمنت ديال لي زوتيل ديال كدا يبغيها تكون في السي في ديالو ولكن ما يبغيش الشركه ديالو تكون في السي في ديالو فهمتي. يعني كاين هاد الناس هادو حاول تقرب لهم ماشي زعما راه مليونير هو اللي يجي يفيدك ديما. لا راه لي مليونيرز اصلا حنا راه راكبين على الكتاف ديال بزاف الناس كيعاونونا ماشي راه مع بزاف الجيل اللي كتلقى عند العرض ديال انا درت الصاده ما درتي حتى لعبه انا ندويك على راسي انا ما درت حتى لعبه انا معايا بزاف الناس كيديروا انا راه ما نديرش بوحدي اخويا انا راه انا بوحدي ما نجيب الطبصله في الميزان تحطنا انا والبصله ديما كنقول لكم هذا المثال هذا تحط البصله في الميزان وتحطنا انا في الميزان البصله تربحني خاصني 10 مني وماش نسوي طلب البصله ما نجيش قدام البصله كاع في الميزان ولكن انا والناس اللي معايا لا اجي نديرو ما اجي نديرو في الميزان تكون عندنا قيمه انا والناس اللي معايا الناس اللي خدامين معايا عندنا قيمه في سميتو في الميزان ولكن انا شخصيا ندوي لك على راسي انا ما تسناكش واحد دوي عليا ما نرد حتى بصله فهمتي ما نرد لك حتى جوج دريال ولكن انا مع الناس اللي جمعت في خلال السنين الفايته كامله والعلاقات اللي كونت في السنين كامله فايته طردوا الثمن بوحدي غدا مع الصباح نتقطع التليفون سديت على كاع الناس اللي بواحد سديت على كاع الناس اللي كنعرف سديت على كل شيء اللي سميتو وقطعت كل شيء وجيت نبدا زيرو بوحدي ما ندير حتى لعبه نجيك من الاخر غادي ندير ولكن تيمشي سلاو قسما بالله حتى تلقاني رجعت كندخل فهمتي واحد بهاد العقليه هادي هاد العقليه اللي كتسناها فهمتي كتبان لشي ناس طياره
بهذه العقليه هذه تلقاني كندخل 100 200 دولار في النهار. بعد واحد 6 شهور عام عامين تلقاني كندخل واحد ال 1000 دولار وخصني نجلس قدام البيسي يوميا وما نوضش. ولكن ملي غادي نجيب ناس اخرين يوليو معايا ديك الساعه غادي تولي القضيه فهمتي تحرك، لان فهمتي كل واحد غادي يجي تحطو في التخصص ديالو. كما قلت كندوي وقطعت الهضره قلت لك راه كاين واحد الدري صاحبك، كاين واحد الدري صاحبك غادي تجيبو تعطيه الماناجمنت لانه هو كيسيبورتي عباد الله. كما قلت انا المثال اللي على وتلفنا علاش انا ما يمكنش نكون استاذ ما كنسيبورتيش عباد الله. حنا مؤخرا كانت الكونفرساسيون هادي في الخميسات كان جا عندي واحد البارتنر ديما تيبان لك معايا كنقول لكم ها هو السي الغيساني، وكاين واحد السي زوير ما عمر بان في شي ستوريه معايا ولكن يبان ان شاء الله في الفيوتشر. المهم هادو بارتنرز ديالي في واحد البروجي. حنا ثلاثه شخصيات مختلفه، ماشي شخصيات بحال بحالي، الا كنا بحال بحالي راه تيرونوها. ثلاثه شخصيات مختلفه تماما. الغيساني عنده مع يسيبورتي عباد الله، يدوم مع عباد الله، ينوض مع الصباح نقول له ما نعصبوش، نكون مزكي معاه. مثلا انا نتلاقى مع مال 10 في الرباط مزكي معاه مال 10 في الرباط، نتصل معاه نقول له الو خاي غيساني انا ما جيش، جي عندي الخميسات. اجي هز الطوموبيله واجي يجي عندي حتى الخميسات، وانا ماشي زعما سميتو انا كنقدر هادشي وكيبقى فيا الحال فهمتي. كنقول شو صاحبي هاد السيد هذا الله على فهمتي على كان مداون وعندنا مشكل مع هاد السيد هذا في الشركه، اتس اوكي ماشي مشكل غادي نحلوه بحال هكا. عندنا مشكل مع داك خونا راك داخد داك البورسونتاج ومن بعد كاع بقى يخدم، اتس اوكي غادي نحلوه فهمتي. انا لا عصبي فهمتي لا واحد يكمل الاخر. زوير لا عاوتاني زوير شخصيه اخرى، كلشي خاصو يكون سيستم، كلشي خاصو يكون بالسيستم والبروسيس. لا ما تقولش لي شركه غاديه بلا سيستم ولا بلا بروسيس، خاص اي حاجه تكون عندها واحد السيستم باش الا مشى شي واحد من الشركه كنجيبو شي واحد كنقراطو المانيوال كيقراه كيدخل بلاصتو كيولي بلاصتو. اي حاجه بغينا نكوموندو برودوي ولا شي حاجه خاصها تكون بواحد السيستم واحد البروسيس. قول لي شنو كدير وانا غادي نقدر نحولها لواحد السيستم واحد البروسيس فهمتي. لانه هو كنخدم فواحد الشركه كبيره في فرنسا، كنخدم فواحد الشركه كبيره اللي ملي نجيو حنا كنجيو حنايا شركه صغيره قصاره اللي ممكن يسيستماتيزي كلشي ويرد كلشي على شكل بروسيس وستيبس وكذا كذا كذا. صاد انا فهمتي عليها تنقول لك خاص تلقى ناس اخرين. انا بلا بيا نجيك من الاخر بلا بيا انا ما كنسوى حتى بصل، وخاص تلقى. والمشكله اللي كطرى بزاف الناس هي كيقلب على شي ناس بحالو، ناس بحالك ما عندهم ما يفيدو، خاصك ناس العكس ديالك. لان بحالي غادي نضرب انا وياه فهمتي على حقاش. انا باش محتاجيني في الفيجن اون جينيرال والخطه وغادي نقول لهم هكا ونماركتو بحال هكا وغادي نديرو بحال هكا وغادي نديرو بحال هكا. كاين واحد السيت ديال الفيجن، كاين واحد السيت تاع تي 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 الهيومن ريسورسز وكي سيبورت عباد الله، وكاين واحد السيت تاع الاكزيكيوشن. خاصني نكون ناس مختلفين اصاحبي. علاش تي ما كتقلب على شي ناس بحالك؟ هادي حتى هي مشكله كانت عندي في الحياه، كنت ما كنتفاهمش الا الناس بحالي. ملي كيبان لي شي واحد ماشي بحالي ما كنحملوش، كنقول خونا اصاحبي يقدر هكا يقدر يبان لي كي سيبورت عباد الله فهمتي. ديال مثلا تيقول لي شي واحد انا ما فياش ما نمشي نخدم احس بالعياء وكذا كذا كذا، غادي نجيب لك شهاده طبيه، ويقول لي حتى شنو دير بلا ما تجيب شهاده طبيه، سير استراح واحد اليومين ورجع ان شاء الله. غادي نقول وات ذا فاك اش كيرون هذا، كل موجي يخدم كل لي كذا 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 فهمتي. هاد القاعه تلقى بحال هكا ما بغاش يخدم جريو عليه. طيب مثلا فهمتي هاد لوكا، هاد لوكا حنا عشناه، هاد لوكا عشناه ديال المهم في واحد الشركه ماشي من بعيد على الغيساني وسميتو، واحد الشركه المهم ديفلوبر تعطل على التوقيت ديال التسليم ديالو. المهم ملي تعطل داك الديفلوبر على توقيت التسليم ديالو، انا بالعقليه ديالي انا والبارتنر ديالي الاخر حتى هو تيشبهني هذا لوكا هذا، قال لي شنو كيبان لك الاخ فهاد الاخونه اللي تعطل؟ قلت له الصراحه انا تيبان لي عطيه حسابه جري عليه. قلت له انت؟ حتى هو قال لي نفس اللقطه، قال لي الصراحه انا كيبان لي عطيه حسابه جري عليه. الاخر اللي عنده مع بنادم وكي سيبورتي بنادم السيل تاع الغيساني فهمتي، السيل تاع الغيساني قال لنا السيطان الا سمعتوني واحد الدقيقه تفضل اخونا اللي كيدافع عليهم ديما قول لنا شنو. قال لك دابا الا حسبنا ان خونا هذا عطينا حسابه وجرينا عليه ان شاء الله يعاونو. دابا هو كاع تعطل جيت تعطل واحد السيمانه وجي وجدنا البروجي، ولكن الا جرينا عليه شنو غادي يطرى؟ هذيك الساعه يجي ولا يجي يمشي وغادي خصنا نقلبوا على شي واحد بحالو، لا يجي يجيب ولا يجي نبغيو انتيغريو في البروجي ديالنا، خصو يقرا البروجي كامل عاد ديك الساعه فهمتي، عاد ديك الساعه يقدر يخدم عليه. يعني خصنا واحد شهر ونص حتى شهرين. سيميون صبروا على هاد خونا هذا، نصبروا على هاد المده ديال سيمانه وغادي يعطونا البروجي، ولا غادي نبقاو فهمتي الاخوان. انا عايش مع رمضان
ولا يعطينا سيميون صبروا عليه ويعطينا البروجي بعد واحد سيمانه كاع ولا غادي نسطروا وتجي غادي نسطروا وتجي خلينا فهمتي. الاخوان رجعوا ثاني لنفس ليكزومبل سي ميو على قشط فهمتي راه باقي لنا بقات 5 دقائق ود المغرب سي ميو غادي نصبروا عليه واحد السيمانه وغادي يعطينا البروجي ولا غادي نسطروا وغادي نوليو كنتسناو واحد 45 يوم ولا 60 يوم باش نجيب واحد خونا اخر جديد اللي غادي انتيغريو فهمتي. ندوزو على خوان ما بعد فهمتي على قشط 12 شحال كتب ديال الاسئله يلا نكون وصلت فين الله وصلت الله وصلت هذا ندوزو على خوان الكاش اون ديليفري فهمتي نبقى ندوز النقط نقول فيهم داكشي اللي مهم فهمتي. الكاش اون ديليفري بزاف الناس كتشكى من امانه كيتشكى من الشركه كيتشكى من الشركه هادي اللي نقول لك الاخوان في الكاش اون ديليفري سيميو تخدم الناس ديالك كلشي كلشي صات كلشي كلشي كيقلب على شي شركه دير ليه السيرفيس وممكن تخدم ممكن تحسب شحال خلصت ديك الشركه مثلا في الشهور اللي فات ممكن تخلصها ممكن تحسب ديال هادي تشوف شحال مثلا في مراكش خسرتي معاها شحال خسرتي معاها في كازا غتلقى اكثر من واحد 2500 درهم ياك وديك 2500 درهم مثلا انت كتخسر 5000 درهم في الشهر اي على كازا باش تشيبي لك امانه نفترضوا هذا المثال هذا هادشي ديك ال 5000 درهم اللي كتخسر مع امانه في الشهر مثال اي مثال ماشي ما عارفش كل كيخسر 12 درهم كل كيخسر 2 مليون كل كيخسر 10 المليون كل واحد شحال كيخسر 5000 درهم 5000 درهم غادي تضربها في 12 ضربها في 10 ضربها في 10 ضربها في 12 يست 60000 درهم هي 6 المليون 6 المليون شاريه لك واحد تريبورتور ومخلصه لك واحد خونا ب 2500 ولا 3000 درهم ويمشي يشيبي لك في كازا سيميو تزاد عليك الضغط تجيب واحد اخر تزاد عليك الضغط تجيب واحد اخر سيميو تخدم الناس ديالك صاحبي لا خدمتي ناس ديالك غادي يكون حتى العلاقه بينك وبينه ماشي كيدير خونا ديال ما عرفتش نسميوه امانه مع كامل الاحترام الامانه وكاع الشركات اش نسميو واحد خونا ديال واحد شركه شيبينغ في نظرك شنو كيدير اجي يمشي يجوك في قدام الدار ديال خونا اجي يقول له هاو السلام عليكم انت كاين يقول له لا انا ما كاينش اجي يقطع التليفون واجي يشري في حاله ما يبرش معاه صاحبي راسو اجي يمشي يبغي يوصل له يقول له هاو السلام عليكم فينك انا خشيت الشمع نصلي اجي رجع دابا الله يعاون اجي يقطع التليفون اجي يزيد في حاله فهمت. دونك الصاط الا كان موظف ديالك وكتعطيه هذيك 2500 درهم وكتعطيه 5 درهم ولا 10 درهم على التوصيله و 110 درهم على التوصيله راه حسن لك من امانه 10 درهم على التوصيله حتى وصل الا ما وصلش ما كيتخلصش اجي يموت معاك داك خونا فهمتي لانه اجي يولي يشوف 2500 دايره في جيبو هذوك ديال كتكوفري ليه الحياه ديالو باش يبقى هو يعني سيرتو هذه مهمه في الحياه ما تحاولش تخلي ديما الكوميسيون هي اللي خدامه فهمتي ماشي ما كايناش الكوميسيون بوحده كاين خاص تكون عاطيه الكوميسيون خاص ولكن في نفس الوقت عطي واحد الصالير باش يكون ضامن داكشي ديال الحياه ديالو يكون مرتاح هو ما يكونش صاحبي فهمتي تيفكر تقول ناري باش نخلص الكرا باش نخلص الماء باش نخلص الضو هادشي خاص يكون فريوم صاحبي الواحد معاك الا ما كنتيش كتخلص ليه هادو على حساب المدينه يقدر في خميسه تخلص لبنادم 1600 2000 درهم يقدر الا كنتي في كازا خاص تخلص واحد 2500 3000 درهم تكوفري ليه بعدا واحد الكرا والماء والضو شي شويه باش يعتق فهمتي ودير معاه واحد الكوميسيون فهمتي ديال وشجعوا يضرب الكوميسيون صاحبي ماشي تقول يا ناري هذا ولا كيوصل 30 باكيج في النهار ولا كتجي 6000 ريال في النهار يا ناري ولا هذا تيوصل 50 ولا تجي 10000 ريال في النهار ولا تجي مليون ونص في الشهر يا ناري راه ولا كيضرب اكثر من انجينيور اجي نحيد ليه الكوميسيون صافي ما خاصش تكون عندك هذه العقليه هذه خاص تكون عندك العقليه ديال كتسيبورتي عباد الله فهمتي الا بان لك كيضرب مليون ونص كتفرح كتقول مزيان وتمشي تجلس معاه تقول له الصا درتي مليون ونص هاد الشهر هذا انا ما باغيش منك مليون ونص باغي منك جوج اجي نزيد كل الكوموند اجي نزيد تيبان لك ان عندك واحد الطاقه استيعابيه اكثر راه اصلا كنخدم كدا 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 وتنحس براسي كيبقى عندي الفارغ نزيدك نولي نعطيك 60 باكيج في النهار تقدر تسيبورتي 65 صعيبه الاخوان انا كنقول هاد الارقام لحقاش حنا عندنا الناس ديال شيبينغ ديالنا 40 50 في النهار اللي كيسيبورتيو انا كنقول لك يقدر الا طحتي فشي مدينه صغيره وكانوا عندك دوك مدينه كبيره وكانوا عندك بزاف وكتقسم بلي زون كتقسم داكشي بلي زون غتكون القضيه ساهله غادي يمشيو يوصلوا لك فهمتي كل واحد مثلا المدينه هي هادي كبيره انت مقسمه عرفتش كازا نتوما احسن مني في كازا انا ما عمري كبرت في كازا ولا
فهمتي ما فاهمش كازا بزاف ماشي بحال كنت مراكش غنقول لك قسم سيديوس بن علي جيليز دواري زيكي المسيره بوحدها حتى صافي غادي نحط لك ديك الخريطه ديال الشيبينغ ديال مراكش شنو غادي يكون طريفه كازا ما عرفتش تحطوها سعين السباع كدا طان 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 طان. المهم ولد كازا دي قد ديك الخريطه احسن منه وتكون موزعهم بالمناطق كل واحد كتعطيه منطقه غادي يكون كيوصل بالسربه. واحد في كازا كامله صعيبه كازا كازا كبيره انا شخصيا بالطوموبيله تيجيني الملل ملي كنضرب من عند 17 السفارات الامريكان تقريبا من القنت للقنت فهمتي كنكفر كنشعل سيرتو مع السحام والطاجيج تمايا هنا الصاد اللي جيتي حسب شويه ديال 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 الحساب اجي تتخلص كذا كذا في العام اجي تجيب واحد خونا وغادي تقطع ليه تريبورتور والتريبورتور غادي تحسب ليه دوك المانتونونس ديالو ولكن فيه شي مشكل ماشي تيوصل للمشكل عادي تقاد المشكل باقي طاري فهمتي المشكل يلاه تيبان شويه واحد المره في كل مده كيمشي كيدار ليه المانتونونس تيتقاد داكشي باش ماشي تيوقف عاد تمشي تقاد وتولي خاسر واحد 3 ايام 4 ايام باش تقاد. المهم شوف خونا ما دخلش في هادشي اجي تلقى شي خونا احسن مني وحسن منك في هادشي كاينين الناس اللي كيمانجيو هادشي كاينين الناس اللي التخصص ديالهم هادشي اخوان بالمناسبه انا باقي باغي نرجع نكمل قرايتي وسميو بحال هكا فهمتي الموضوع اللي تبع هذا هو تقريبا الباك. المهم الاخوان شخصيا باقي نكمل قرايتي ولكن سميو حتى خرجت لسوق العمل وشفت شنو طاري في سوق العمل وشفت كل شيء شنو طاري وفهمت وعرفت شنو اللي خاصني بالضبط خاصني بالضبط في البيرود الجاي في حياتي خاصني نزيد نفهم اش كيتسمى اللوجيستيك كيفاش طاري كيفاش خدام النقل المشاكل ديال كاين بزاف ديال المشاكل حاليا في النقل فهمتي الا جي يحل غير شويه منا اجي ولي مليونير واي نوت بليونير يعني فهمتي خاصني نرجع نقرا النقل خاصني نرجع نقرا اللوجيستيك اون جينيرال. قلبت ديجا لقيت دي فورماسيون في كازا لا ليسونس في كازا على خاطر وقفت لا ليسونس لقيت واحد لا ليسونس مزيانه لقيت واحد الماستر مزيانه قلت اوكي ما خسرت والو وبالويكاند رجع نقرا بالويكاند واحد لا ليسونس في اللوجيستيك تمشي تقرا داكشي اللي انت باغي فهمتي داكشي اللي غادي يفيدك في حياتك بحال انا جيت لقيت واحد الحاجه محتاجه في الحياه. حنا كندويو على الكاش اون ديليفري كلشي كيتشكى الكاش اون ديليفري الاخوان راني عييت الكاش اون ديليفري عيان الكاش اون ديليفري الامانه عيانه كدا عيانه الصاد قلب على سوليسيون شويه خدم معاك شي واحد خدم معاك جوج خدم معاك ثلاثه خدم معاك واحد في كازا من بعدها بان لك في الرباط زيد الرباط بعدها بان لك شي حاجه زيد شي مدينه اخرى دير معاك ناس كيوصلوا لك اصاحبي. تنبلوكي كاع اللي تيكتب المفيد لان فريمون كنبارطاجي المفيد عا شي خوت اللي تيجي دابا تيفيدك شاد الشاصات فريمون كنفهمك ماشي فهمتي كنفهمك انت ما كيفيدك شاد الشاصات انت ما تيهمكش الشيبينغ وكذا والتصيفط وهادشي ولكن كاين واحد الناس اخرين بالنسبه لهم هذا هو المفيد يقدر انت المفيد ديالك هو ندو في لي جو ما نكونش عاوتاني حاقر لهاد الدرجه هادي نقول لك ندو في لي جو نقول لك ندويو فشي مواضيع كتهمك فيسبوك ات ولا كذا ولكن كاين شي ناس تيهمو ما تشيبين كيهمو ما الصداع دوك جوج دقائق وغادي نمشي في حالي. وحاجه اخرى هي صد هادي حسبها على كلشي ماشي على الناس الامريكان يا صد ديما خصك تبقى عايش فقير من الاخر فهمتي دابا المشكله ديال الدراري اللي كترى الدراري هو كيدخلوا شويه ديال الفلوس ومن الايكوميرس سواء من خدام في كول سنتر وعطاو 4000 درهم في الشهر سواء خدام في اتصالات المغرب سواء خدام في ماكدونالد وخد 2000 درهم في الشهر سواء خدام في اي خدمه هاد الهضره هادي كتهم فهمتي سواء خدام في الامريكان حتى هي والدراري كيبغيو يعيشوا اصاحبي الدراري كيبغيو يعيشوا من النهار الاول كيشد 1000 درهم 1000 درهم 2000 درهم 10000 درهم 20000 درهم 100000 درهم بحال هاد الهضره هادي معممه على كلشي تيمشيو الدراري كيخسروا فلوسهم كامله ما كيبقى عندهم والو لا ريال لا جوج لا التلعب فهمتي هكا كيعيشوا كلشي باغي يعيش كلشي باغي يلبس كلشي صاد الا 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 عقلتوا على هاد القميجه هادي قدر كتبان عندي عامين هاد قسم بالله الا هذا عندي تقريبا شي عام هذا نفس اللبسه كتشوفوني بها الصاد فهمتي يقدر انت نبان لك اوكي من اوتيل لوتيل كنبارطاجي لوتيلات كنبارطاجيهم بالسميات على قدش لوطو في مدافكرز عزيز عليهم يقلبوا من ورايا ويعرفوا داك لوتيل فريمون واش كنت مريح فيه فريمون واش داك الثمن فهمتي تيمشيو تي فحال واحد خونا فهمتي هذا واحد من الهيترز الصاد ما يمكنش تخلص 3000 درهم الليله في سويتش انا كنعرفك الصاد كتعرفني فعلا كنلبس نفس اللبسه الصاد ولكن زوكي انا كنعيش الصاد ولكن كنعيش الفقر ديالي ما كنعيش الحياه فهمتي كنعيش الفقر اللي في النيفو ديالي ملي بارطاجيت سميت لوطيل وانا انا كنضحك انا عز عليها دوت الصاد انا كنخسر بهم الصاد بالرجوله تطلع شي كاين الصاد انا ما كنتسناكش انت تقول لي كاين ولا ما كاينش باش نكون انا صحاكي واخا نكون لابس طرقت الميكا غادي في الزنقه كاين
فهمتي ما كتسناش صاحبي ان القيمه ديالك انت كانسان ما كتحددهاش شنو لابس الصاح ما كيحددهاش فهمتي خاص انا النصيحه اللي اجي نقول لك الاخ اللي كتفرج فيا وخاص تبقى عايش الفقر ديالك الفقر ديال النيفو اللي عايش فيه اوكي اي ام درايفين تنسوق مازيراتي في المغرب المازيراتي هي الفقر ديالي لان واحد اللي في النيفو ديالي خاص تكون عنده واحد اللامبورغيني واحد الماكلارن محطوطه واحد فهمتي هادشي اللي خاص يكون عنده ولكن الصاط غادي نولي ديك الساعه كنفكر بزاف المصاريف وخاصني نسيبورتي دوك المصاريف خاصني نكون عايش واحد القصر اللي غادي يكون كيكلفني غير السيكوريتي ديالو زائد خوتنا اللي كيحشوا الربيع زائد داكشي اللي تولي تكلفني زائد الماء زائد تنقيه لابيسين داكشي اللي تولي تكلفني واحد 10 المليون في الشهر دونك ما نعيش في قصر الصاد علاش نخسر 10 المليون في سميتو خلي ديما عايش الفقر اللي في النيفو ديالي الفقر اللي في النيفو ديالي واحد المازيراج الفقر اللي في النيفو ديالي هو الريح في السويت هذه اللي دابا بارطاجيت معاكم اللي انا فيها ب 1400 درهم الليله الفقر هو اللي كنت عايش 3 ايام هادي فهمتي 3000 درهم الليله ديك السويت اللي قبل من 2500 درهم الليلة. الصاد راه انت تيبان لك تقول واو الصاد هذا هو الفقر ديال النيفو ديالي وفي نفس الوقت كنشوف واحد الناس اللي هاربين عليا بزاف فهمتي كنشوف واحد الناس اللي هاربين عليا جراند كاردون راه مسافر من امريكان سافر لدبي دبي سافر سنغافور سنغافور سافر لتايلاند حاليا كاين في تايلاند ما عرفتش اليوم عاوتاني شي فين غادي يمشي مسافر بطياره خاصه ديالو الصاد الا بغى يسافر بطياره خاصه من طياره خاصه ديالو شراها ب 30 مليار شراها ب 30 مليار دونك انا فقير الصاد ما يمكنش نمشي عند ما هو كل واحد يعيش الفقر ديالو هو الصاد عايش الفقر ديالو انا عارفه هو فهمتي الطوموبيله وما عندوش واحد الطوموبيله جابها ليه واحد خونا كادو هذيك سميت ديك الطوموبيله مشات ليه السميه ديالها جابها ليه واحد خونا كادو فهمتي ما لباس يلبس نفس اللباس اتسوكي الطوموبيله نفس الطوموبيله شي نضاضر واحد النهار لبس واحد النضاره ويقول لك الصاد عندك صحابكم شريت هاد النضاره هادو هاد النضاره هادو ماشي ديالي اللايف هو نتا دي سالم بعد جوج دقائق هي هذيك نمشي بحال الا النضاره هادو ماشي ديالي انا ما نخسرش فلوسي في النضاضر انا هاد الفلوس هادو سيميون نمشي نخسرهم في العقار يدخلوا لي فلوس هاكوا الصاد هذا كنحتارمو داكشي كيعيش كيعيش الفقر ديالو هو مديبلاسي من الميريكان اللي سميتو من الميريكان لدبي تقام عليه بالقليله ديال الكيروزين باش يعمر الطياره ديالو تقام عليه بواحد عرفتش 10 20 مليون اتس اوكي مان ولكن الصاد حتى هو كيعيش الفقر ديالو بين سير ماش نقارن راسي به ما نحمقش راسي انا خصني نجلس في النيفو ديالي ونعيش الفقر ديالي الصاد عيش الفقر ديالك الا كنتي كتدخل 5000 درهم في الشهر حاول تعيش ب 2000 وشي 3000 ديك 3000 اللي 3000 ملي تجمعها عام فهمتي 3000 على 3000 على 3000 غتعطيك 36000 درهم انت وعندك 36000 درهم ماشي هو انت وعندك صفر في الحساب الصاد كاين فرق بعد عامين كاين فرق عاوتاني تخدم ديك 36000 درهم بعد عامين تولي واحد 50 مليون وخا هذه القضيه عيش الصاط الفقر ديالك ما عندك ما دير ديك كلشي هذه هي المشكله ديال الدراري كلشي باغي يبان واعر كلشي باغي يتصور انا ما نقدرش نتصور في النيفو ديال جراند كاردون انا ما نقدرش فهمتي انا ما نقدرش على البرايفت جيت اخويا حاليا انا ما نقدرش على داك الحديد اللي كيبارطاجيو شي خوتنا داك الراندال بيتش وشي مراكنا ما نقدرش عليها اخويا لان هما عايشين الفقر ديالهم تيتصوروا هذاك هو النيفو الفقير ديالهم حتى انا اخويا كنمشي على قد جهدي كنعيش الفقر ديالي الصاد كل واحد تيعيش الفقر ديالو الا صاد كنقول لك تدخل 5000 درهم عيش ب 2000 درهم كتدخل 20000 درهم عيش ب 10000 درهم الصاد داكشي اللي كتجمع هو اللي غادي يبان فيك ماشي داكشي اللي كتضيع داكشي اللي كتضيع كيبان فيك غير دابا ولكن على المدى البعيد غادي يضحكوا عليك الصاد يلا الاخوان تبارك الله عليكم بالتوفيق لكل شيء طلعوا لي فراسكم الله يعاونكم يلا بالسلامه عليكم الاخوان.